السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. Good morning and welcome everyone. في البداية أحب أرحب بالجميع وأشكركم على حضوركم معنا. معكم أخوكم عيسى المناعي، المدير عام مؤسسة أيادة الخير نحو آسيا. أرحب فيكم تواجدكم معنا اليوم، وأحب أشكركم على حضوركم معنا في هذا البرنامج الرائع، واللي إن شاء الله نتأمل أنه راح يكون فيها الفائدة لجميع الشباب المتواجدين معنا اليوم. وطبعا الشكر موصول لأخواننا في مؤسسة مشيرب، الدعم الرئيسي لبرنامجنا في يعني لهذا البرنامج المواظب لبرنامج التدريب. طبعا ما أكرر الكلام اللي قالوا الأخوان، لكن أحب أشكر الجميع على حضورهم اليوم. طبعا للمرة الأولى يعني يكون لنا تدريب باللغتين العربية والإنجليزية. برنامج الشباب روتا، يعني هاي النوادي خدمة المجتمع في روتا، قامت من 2009. هي من 2009 روتا ارتأت إن إحنا يكون لنا عمل في دولة قطر. لو بتكلم عن برامج الشباب، يعني هو في البداية إحنا ممكن نسأل نفسنا سؤال كشباب موجودين، إيش الهدف من وجودنا في هذا اليوم بالتحديد؟ يعني أنت يعني كشباب إيش تختلفون عن أي شخص ثاني راح المدرسة اليوم وداوم؟ طبعاً هاي السؤال ممكن أي واحد يسأل نفسه، لكن الهدف إن إحنا كشباب اخترنا إحنا نكون مختلفين عن غيرنا. الاختلاف هاي هو عبارة عن المسؤولية، يعني إحنا كشباب اخترنا إن إحنا نكون موجودين اليوم لخدمة المجتمع. وطبعاً وجود روتا في هذا اليوم والبرنامج اللي يعني اللي راح نقوم فيه إن شاء الله راح يكون أداء أنا متأكد إنه راح تغير يعني من حياة كل شخص موجود فيكم، سواء كان نظرتكم للمجتمع أو حتى نظرتكم لنفسكم كشخص مسؤول وحاب إنه يعني يحدث تغيير في المجتمع. الهدف من إحداث تغيير مش ضروري إنه يكون من شيء سلبي موجود ونبي نغيره، قد ما هو شيء إحنا حابين نشوفه ونحسن فيه. فوجود الشخص فينا هني يعني كقائد، كل واحد منكم اختار إنه يكون موجود، هاي بنفسها عبارة عن خطوة أولى يعني تحدث اختلاف فيكم عن أي شخص ثاني، وخاصة في هذا العمر وهاي الوقت يعني من حياة كل شخص فيكم. فأحب يعني أهنيكم على هذا الاختيار، ويعني وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح.